مشاهدي قناة نيو ميديا تي في، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في مواصله لعملية تعذيب احمد جم من منطقه بنان من ولايه المستير. معنا والده خليفه جم باش يحكي لنا اكثر تفاصيل على الحكايه، وين وصل القضيه نتاعو. اهلا وسهلا خليفه. مرحبا بكم خويا، مرحبا بالقناه تاعكم. عايشك صح لاباس. انا يا خويا ولدي مش نحكي لكم انا من الاول كيفاش هزوه وكيفاش كذا. نهار الاربعاء نتاع العشيه، الاربعاء بالضبط، هزوا ولدي من الحانوت، يخدم على روحه في الحانوت، هزوه. انا ما نعرفش علاش هزوه، ما عنده حتى شيء. كان عنده حاجه جابوا له استدعاء، جابوا له حاجه، ما عندوش لا استدعاء لا شيء، جاوا ديريكت هزوه من الحانوت، تعرف بيه، فهمتني؟ نهار الاربعاء العشره نتاع الليل كلمني مركز حرس بناء. فتليفون هو قال لي يجينا المركز، مشيت له. قال لي باش تصح على ولدك، راه باش نوقفوه. عنده سرقه مجرده. قلت له اخي ولدي شنو هي سرقه مجرده؟ ما عنده حتى شيء. قال لي اخويا انا مالكش نوقفو، ونهار الجمعه باش نهزوه لوكي الجمهوري. فهمتني؟ قلت له باهي. نهار الخميس على الصباح كلمت محامي. هزوه للقليم تاع الحرس هو. كلمت محامي جي قدام الاقليم. قلت له اخويا برا ندخل لولدي وشوف مع زي الاقليم من اول ما خلوش يدخل محامي معناها ماشي قابل الملوم نتاعو ما خلوش يزول. غريب ها؟ معناها واضحه فما حاجه. هذا مازلت انا ما عباليش. هذا في الاقليم ما حبوش في الاقليم هذا. في الاقليم ايوه. الاقليم تاع المستير في المونستير. في الاقليم في المستير في الاقليم تاع الحرس لا هزوه هكما. فرقة لا هزوه سيفيلو. فهمتني؟ المحامي اتجهوه لمركز بناء. جاي المركز بناء. قالوا له راه عنده سرقه مجرده كالعاده، هذيك هي الحكايه نتاعو. ونهار الجمعه شنو هزوا لسيد وكيل الجمهوري؟ قلت له نهار الجمعه مشيت يعني للمحكمه ومعايا المحامي. ولدي كي جا هبطوا فيه في الكهرباء راه فيه ما ينجمش يمشي. راه فيه ما انا يقوى. مشيت للمحامي قلت له راه ولدي راه مضروب وكل شيء، ما انا شوف لي اخويا احكي لي مع وكيل الجمهوريه ولا شوف لي حل. فهمتني؟ وكيل الجمهوريه ما قابلوش، بعث فيه بطاقه اقتداء على السجن تو. فهمتني؟ نهار الجمعه، السبت واحد مسكر المحكمه. نهار الاثنين مشيت يعني للمحامي على الصباح، قلت له خويا برا شوف لي كيفاش هاني نقابل كل الجمهوريه، نحكي له ولدي مضروب وكذا. فهمتني؟ فهمتني؟ نهار نهار السبت، هذيك بلاد ما نهار الجمعه هما عدوا أيوة. الخمس. نهار السبت ماضي ساعه نتاع الليل جاني تليفون من سبيطار سهلول. قالوا لي ولدك راهو مضروب وش عملوا له عمليه في السبيطار وراهو في سبيطار سهلول. ما صدقتش انا، ماضي ساعه نتاع الليل. مشيت لمركز حرس بنان ماضي ساعه نتاع الليل، دقيت عليه قلت له خويا راهو جاني تليفون هكا هكا راهو ثبت لي. قالوا لي ولدك في سبيطار سهلول ومضروب وش عملوا له عمليه. فما عاون حراسه ما قصرش، دور قلت له كلم لي يعني حبس مساعدين ولا سبيطار سهلول. حسن يدور تليفوناته طلع لي قال لي شيخ خليفه راهو كيما قالوا له. انا موجود ولدك في السبيطار وكذا بشا عندي كاميون انا كذا هزيت ومشي هزيت معايا مرتي. ماضي ساعه وربع خرجت من بنات مشيت للسبيطار سهلول السوسه. سبيطار سهلول السوسه في سوسه. سبيطار سهلول في سوسه. مشيت انا ومرتي وصلت ماضي ساعتين وربع ماضي ساعتين ونصف طلعوه من بيت العمليه. ولدي شفتوا انت وقتها؟ اي شفته وطلعوه من بيت العمليه. فهمتني؟ الطبيب اللي معاه والفيرمليه كلمته قلت له اخويا راه هذايا ولدي وشنو احكي لي شنو فما معناها شنو عملت له وكذا. احكى لي الطبيب قال لي راه نحينا له خشيه هذه اليسار وراه مضروبه فيها دم محصور وراه تحلت كان ما نحيهالوش باش يموت. نحيهالو. فهمتني؟ والفيرمليه اللي معاه تحكي لمرتي كيما حكى لي الطبيب كيما حكات هي. فهمتك. فهمتني؟ شنو هي كثرة فعلك انت يعني؟ يعني تفالي شنو نقول لك؟ يعني معناها قعدت بعت معناها كيف نية العملية هذيا معناها ما زلت ما نعرفش يعني شنو ولدي شنو عملوا له شنو كذا. بعد عرفت شكون ضرب وشكون شنو اللي صار بالضبط؟ بعت لي كفاق ولدي لربع ونص مع زوز اوائل نتاع سجون ما خلونيش هما. فهمتك. من عينك من عينك؟ من عيني على الواحد. قلت له ماني ولدي كيفيق راني باش نكلمه كلمتين. راني باش نعمل له حاجه باش نشوف ولدي شكون عمل له هكا شكون ضربه شكون كذا. فهمتني؟ كيفاق ولدي حكى لي خليك تقابله يعني معناها
تنجم تقول معناها انا قلت واش نحكي معاه كلمتين برا من الاول ما خلاوليش من اوليهم بعتالي كيفا قلت واش نكلموا لي كلمتين واش نقول لولدي شكون نهربك باش الاخر نعرف اني شنو نعمل هكاو كلمت معاه حكيت ولدي شنو قال لي يا بابا دوب ما خرجوا بيا من الحانوت دوب ما هزوني من الحانوت من فميكا دوب ما فاتوا معناها بنان قال لي بداوا يضربوا فيا واحد منه واحد منه حطوني في الوسط مثنيه قال لي حتى لين وصلنا للقليب لغادي وبعتالي قال لي دخلوا دخلوا بيا الداخل حطوني بين زوز طواول في ضاوي وحطوني منا سوا منا وسوا منا وحطوني كي جيجا روتي وتازوا يضربوا فيا بهراوه بعتالي هبتوني لوتا ولا بالشفاري وبالبونيه وكرش ولدي عامل عمليه يضربوا فيا بالشفاري على كرش وعامل عمليه على كرش فهمتني وبعتالي قال لي نحوا لي سلوالي وبداوا يحرقوا فيا بالبلكيه بالبلكيه قال لي جي 12 مره شنو هذا؟ قلت له ما حتى يهودي بركته ما عملهاش علاش ولدي عملوا لك؟ اذا كان ولدي عامل حاجه ولا كذا اخويا فما قضايا اخويا مجرات. باهي توا شنو هي اللي حكيت بالضبط وشنو الاجراءات اللي خذيتهم مع المحامي؟ الحكايه الاجراءات اللي خذيتهم مع المحامي نهار الاثنين قال لي خرج قال لي عمل صراح لولدي انا بسيبته ولا هو ما يجمش يمشي ما يجمش معناها عامل عمليه وكذا فهمتني؟ خرج معناها خرج ولدي المحامي بصراحه وقال لي ها هذوما باش يجي ويبحثوا الاوان وكذا وانا شكينا بهم احنا كانت عندي كل جمهوريه ولا عند تحقيق ثالث قال لي عند تحقيق ثالث ولتو مازال ما فما شيء ان شاء الله احنا كعليم يعني موصلين معكم حواليه يعني كيما وقع على ولدي اليوم باش يوقع على ولدك غدوه وذاك بعد غدوه وذاك بعد غدوه اللي كان مفوش على قضيه ولدي وهذا برا الناس كل كيف كيف به في كلمه شكون تحب توصل يعني كلمتك يعني هاني كل شيء نوصلها حتى رئيس الدولة ورئيس الوزراء والقضاء والكل معناها ياخذوا لي حق ولدي ياخذوا لي حق ولدي فهمتني هذاك شنو طالب منه هاني يا خويا هذوما اللي عملوا العملة ذي في ولدي ياخذوا لي حق ولدي منه هذاك شنو طالب ربي يسهل ان شاء الله ياخذوا حق ولدك بحول الله يعطيك صحة سي خليفة ياخذوا لي حق ولدي فهمتني هاني تو بطال تشوف فيه عندي قداش حتى الخدمة بطبيعتي يعني قاعد فهمتني وزيد جاتني المصيبة ذي بتاع ولدي معناها ما عادش نجم حتى لا نمشي لا نخدم لا نعمل شيء ما عادش نخدم يعني ولدي كان كل يوم يجيب لي 10,000 فرنك مصروف أصبح هو عنده 20 يوم ماني قاعد يعني هو قاعد وأني قاعد وزيد يعني دواء نتسلف له فيه باش نشيل مع العباد نتسلف له باش نشيل له دواء باكل دواء ب 25 دينار ان شاء الله ربي يشفيه بحوله يعطيك الصحة سي خليفة بارك الله فيك احنا موصلين معكم ان شاء الله في موضوع في قضية احمد قم هل قضية التعنيف هذه قضية التعذيب مشاهدي الكرام كان هذا سي خليفة ولد احمد قم المعتدي عليه من طرف الحرس الوطني بالاقليم مستير ان شاء الله موصلين ان شاء الله مع ولده في حوار قادم بحول الله